اليوم زي ما كنا نقول سيارة إن شاء الله ليكزس الـ ISF معنا. ما شاء الله سيارة من سوقها قبل كده بدعوة من شركة عبد اللطيف جميل من شركة ليكزس على أبو ظبي. كان عندنا انفيتيشن على أبو ظبي لسواقة ليكزس الـ LFA والـ ISF. السيارة جميلة، سيارة رائعة، وجربتها سيارة قوية. سيارة نازلة في فئة الـ ISF على فئة المرسيدس الـ C63، البي ام دبليو الام 3، والاودي كانت الار اس 4 او الاس 4 حسب حين شركه اودي ما تنزلها. والكاديلاك عندنا طبعا السي تي اس بي 556 حصان، اكبرهم ماكينه، يعني ما هي اكبرهم بالضبط، هي مع نفس قوه كبر ماكينه الكاديلاك، سوري ماكينه المرسيدس. I want to know the AC a little bit. So, just a second. زي ما كنا نقول إنه السيارة هذه جاية على نفس فئة ال BMW والمرسيدس والكادلاك. الآن السيارة هذه جاية فئة اللي يبغى سيارة رياضية قوية وفي عملية جدا، وفي نفس الوقت بتكون السيارة إلى حد ما صغيرة، وزنها خفيف بحيث إنه العزم والأحصنة تمام فيها بسرعة. يعني مسألة بسيطة، وزنها خف، هيحتاج أحصنة أقل عشان يبان فيه الأداء أكتر. حط فيه ماكينة 8 سلندر 5 لتر، يعني حتكون النتيجة جبارة، 416 حصان. الفئة السيارات المرسيدس 6280 سنتيمتر مكعب، يعني 6.3 من ناحية تسويقية، بس هي 6200 يعني 6.2. المرسيدس والكاديلاك أعلاهم عزما بحكم الماكينة، والمرسيدس طبعا الكاديلاك عشان فيها سوبر شارج عشان كده متفوقة شوية في العزم وفي الأحصنة على المرسيدس. المرسيدس 458 حصان، وكانت نزلت 450 بعد خلال 458 حصان بكمبيوتر صغير، تطلع الماكينة من زالس الاس ل 575 حصان نفس الماكينة، وكمان بتعديل إضافي توصل ل 600 حصان من نفس الماكينة. طبعا عشان وزن السيارة خفيف ما هي محتاجة 600 حصان، 451 حصان فيها أكثر من رائع وأكثر من عملية وأكثر من جبارة. الآن وصلنا سيد محمد، الليكزس الوحيدة فيهم طبعا الكاديلاك 6 نمر، البي ام الام 3 6 نمر مع انه غالبيتها تجي عادي، المرسيدس 7 نمر، والليكزس الوحيد اللي فيه 8 نمر الجير بوكس الاوتوماتيك حقها. الوزن السيارات كلها على حول ال 1680 1640 1730 كيلو، فكلها جايه من بعض مع بعض من وزن بعض على فرق بينهم 100 كيلو جيف اور تيك، فما هو ذاك الفرق الكبير. بحكم انه المرسيدس اكبرهم ماكينه فالعزم اعلى والأحصنة أعلى على أقل RPM، تجي مثلاً على 6500 RPM. الليكزس تجي 414 حصان، هناك 451 حصان في المرسيدس، هنا 414 حصان 416، يعني اختلف بين الأحصنة حصانين في المكياس، خلينا نقول 416 حصان تجي على 6600 RPM، فرق 100 RPM بس الأحصنة هناك 451 هنا 416. الآن البي ام 414 حصان شبيهة بهنا بس على 8300 RPM، هنا 6600 المرسيدس 6500 RPM، المرسيدس 8300 RPM، وفي حوالي 2000 RPM زيادة 1900 RPM زيادة عشان تجيبها. طبعا الريفنج بيكون سريع ما اختلفنا، لكنه الهدف ايش؟ انه انا كسائق للسيارة يهمني يكون العزم موجود اكتر واعلى على RPM اقل عشان ادي الغرض من السياره انه يكون البراكتيكاليتي وعملانيتها سريعه. طبعا الالمان دائما الكمبيوترات بيلعبوا في العزم، فدائما 90% من عزم السياره بيكون موجود على RPM برود باند من 1500 1850 RPM 2000 RPM لغايه 5000 RPM بيكون متواجد العزم بالكامل. هنجرب السياره اليوم ان شاء الله، وحيكون لنا ايش كذا مقطع كذا مداخله وكذا تجربه للسياره، ان شاء الله تفوز على اعجابكم وترضيكم.